هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء مصر الأقباط بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد. وفي برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الله أن يعيد العيد على الأخوة الأقباط بالخير والبركات والسعادة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق ولمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار.